السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور محمد عثمان الطاهر بابكر، استشاري المخ والأعصاب عند الأطفال. أعمل بمستشفى دكتور سليمان الحبيب بدبي، مدينة دبي الطبية. أنا زميل الكلية البريطانية لطب الأطفال بلندن، وحاصل على شهادة التخصص في المخ والأعصاب عند الأطفال. ترد إلينا في عيادة المخ والأعصاب عند الأطفال في مستشفى دكتور سليمان الحبيب العديد من الأمراض والحالات التي تصيب الجهاز العصبي، وكمثال تمر علينا كثير من حالات التشنجات وحالات الصرع والشلل الدماغي وضعف العضلات وخلافه. نحن بحمد الله عندنا مجموعة من الوسائل التشخيصية التي تساعدنا للوصول للتشخيص المناسب، وكذلك وضع خطة علاجية تناسب الطفل للوصول لأفضل النتائج. وشكراً.